المغرب الساعة حوالي يمكن 7 ودقيقتين، وكنا بنلعب وادي دجلة، وخدت بلح وخدت شاي بحليب، فيمكن اتصورت فيها يعني بعد الماتش بدأ بحوالي 5 دقايق، والناس لغاية دلوقتي فاكراها وبتناديني بيها يعني، وانا خلاص بقيت ايه صلاح محمد صلاح بتاع الشاي بحليب. مصر جاب جولين، دي قهوة، دي واحد قهوة كده على الماشي لمحمد صلاح عشان يمخمخ كده، بس خلاص ده فاضل 8 دقايق. الحاجة التانية كويسة ان زمان يعني انا افتكر لسه افتكرها حتى النهارده، ان كنا في الوقت ده في سنة من السنين كنا بنلعب في نادي الزمالك، وكان المغرب اعتقد 4:30 و5 وبنلعب الساعة 1، بس عشان الشتاء والجو كويس ما كناش بنحس بالعطش، ولكن يعني ربنا ستر حليم قفشت لعيبه دخلت استحمى وقعدت تنزل ميه كانها الميه دي نازله وبتشرب بتاعه وايه ودارين عليهم.